السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنحل اختبار رقم 3، اختبار الأضواء صفحة 201 و202 من كتاب الأضواء الصف السادس الابتدائي. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة. 5 × 2 + 5 × 7. طبعا بحل الضرب الأول، 2 × 5 = 10 زائد، بنزل الجمع زي ما هو، بعد كده بضرب 5 × 7 = 35، بكتب 35 وبعد كده بجمع. عندي كده بقى مسألة جمع عادية خالص، يبقى الضرب أولا وبعد كده الجمع، الضرب أولا وبعد كده الجمع. هنجمع 10 + 35 هتديني 45، يبقى الإجابة 45، اختيار رقم د. سؤال رقم 2، كل من مئات يمثل تعبير عددي مع عدد. كل ده تعبير عددي، تعبير عددي يعني أرقام مع عدد. مع عدد ايه بقى هنا؟ ما فيهاش أرقام، فيها متغير ما عدا ده، فيه لا مش مجهول، مش دي ارقام ودي ارقام، دي تعبيرات عددية، دي ارقام برضو دي تعبيرات عددية. ايه بقى اللي فيه رمز اللي هو 2x - 1؟ الصورة الاسية اكس اس 3 تكافئ اكس اس 3، يعني اكس في نفسها 3 مرات، اكس في نفسها 3 مرات. سؤال رقم 4، عندي هنا اذا كان a زائد 3 بيساوي 3 فان قيمة 3، اللي ما بأثرش في مسألة الجمع اللي هو الصفر المحايد الجمعي. قيمة التعبير العددي 5، وعندي قوس مستدير وقوس مربع. طبعا بحل القوس المستدير الأول، هحل الأقواس المستدير الأول. الأقواس المستديرة فيها ضرب وفيها طرح، فيها ضرب وطرح، هحل الضرب الأول. 3 × 4 = 12، 12 + 1 هيديني 11، بعد كده بجمع عليها 5، 5 و11 يديني 16، بعد كده بطلع للأقواس بقى اللي بره وبجمع عليها 3، يبقى 16 هزود عليها 3 تديني 19، يبقى الإجابة رقم ب. السؤال اللي بعده، سؤال رقم 6، عندي قيمة مطلقة لسالب 3. عندي قيمة مطلقة سالب 3 وعندي سالب 2. القيمة المطلقة هتشيل السالب، يبقى العدد ده اسمه 3، لكن هنا ده سالب 2. من الكبير العدد الموجب أكبر من أي عدد سالب. سؤال رقم 7، العدد نقط لا ينتمي لمجموعة حل المتباينة x أكبر من أو بيساوي الصفر في مجموعة الأعداد الصحيحة. هي من الأعداد الصحيحة، الأعداد الصحيحة اللي هي الأعداد الموجبة والسالبة والصفر. عايز عدد أكبر من الصفر وبيساوي، بيساوي يعني معاك الصفر والواحد أكبر من الصفر، الواحد ونص أكبر من الصفر، والأربعة أكبر من الصفر. طيب ما كلهم أكبر من الصفر، بس مين بقى اللي مش موجود في الأعداد الصحيحة؟ الأعداد النسبية اللي هي 1 ونص، ده عدد نسبي ماهوش عدد صحيح، أو عدد 10. سؤال ثانيا، أكمل ما يأتي. العدد الصحيح الذي يمثل الموقف خسارة 15 جنيه، خسرنا يعني بقينا عدد سالب، سالب 15 جنيه. المدى اللي هو أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة، أكبر رقم ناقص أصغر رقم. أكبر رقم عندنا اللي هو 10 ناقص أصغر رقم عندي اللي هو 3، 10 ناقص 3 هيديني 7. ونشوف السؤال رقم 10، الحدود المتشابهة. يعني ايه حدود متشابهة في المقدار الجبري؟ حدود متشابهة يعني جنبها الرموز شكل بعضها. لو الرموز كلها اكس يبقى دول حدود متشابهة، كلها واي يبقى حدود متشابهة. تعال نشوف، ماليش دعوة بالرقم اللي جنبه، ده 5 اكس تمام، لكن ده اكس تربيع، دي مش زيها، دي 3، لا ده رقم، ده ثابت. عندنا 2 اكس، يبقى دي حدود ايه؟ متشابهة، اللي هي مين؟ اللي هي 5 اكس والاتنين اكس، 5 اكس + 2 اكس. نشوف السؤال رقم 11، الوسط الحسابي القيم. الوسط الحسابي مجموع القيم على عدد، هجمع 5 مع 3 مع 4 على 3 أعداد، 5 و3 8 8 و4 12، 12 على 3 هتديني 4. السؤال رقم 12، العوامل الأولية لعدد 27. اف ايه بيديني 27؟ وخلي بالك ان هو قال لي أولية فقط، 27 × 3 × 9، لكن 3 أولي والتسعة مش أولي. طب التسعة كام في كام؟ التسعة 3 × 3، يبقى العوامل الأولية اللي عندي مقاولها ايه؟ 3 × 3. السؤال اللي بعده، العدد السابق مباشرة للسالب 2. يعني ايه السابق؟ يعني اللي قبله. في السوالب بمشي بالعكس، يعني سالب 4. السؤال رقم 14، إذا كان معك 30 قطعة حلوى و25 قطعة شوكولاتة، ضحكتين 2، فإن أكبر عدد من الأطباق المتماثلة يمكن تكونها من إجمالي قطع الحلوى والشوكولاتة. يعني هنجيب عين ميم ألف، تعالى نجيب عين ميم ألف للتلاتين، وعندي 25 أكبر عدد. 30 × 5 × 6، 5 أولي، لكن 6 مش أولي، 6 × 2 × 3 كده فكيت الأعداد أولي. طب 25 5 × 5، ما عنديش 5، خليها بره، خد المشترك فوق وتحت، 5، يبقى أكبر عدد اللي هو 5. ايه عدد الأطباق؟ 5 أطباق. سؤال رقم 15،
إذا كان عدد الكتب التي يمكن شرائها يعتمد على المبلغ الموجود معك، عدد الكتب يعتمد على المبلغ الموجود معك، فإن المتغير التابع والمتغير المستقل. طبعا هنا المتغير التابع اللي هو عدد الكتب، المستقل اللي هو المبلغ. تمام، يبقى عندي في حاجة بعملها الأول وفي حاجة بعملها الآخر. اللي بيجي الأول غير اللي يعني اللي احنا هنشتري الكتب، عدد الكتب الأول، هنعد كام كتاب، أنا عايزة كتاب، عايزة 2، عايزة 3، عايزة 5، بعد كده بدفع الفلوس، بعد كده بدفع الفلوس. خلاص كده. ونشوف السؤال الثالث، اختر الإجابة الصحيحة، المعادلة التي تمثل العلاقة بين الواي والإكس في الجدول المقابل. إذا كان الإكس هو المتغير المستقل يبقى الواي المتغير التابع اللي هيتكتب بره، العشرين بقت 10، العدد كده قل يبقى مسألة اسم أو طرح. تعال نشوف، 20 بقت 10 نقسم على الاتنين هتديني 10، 18 بقت 9 نقسم على الاتنين هتديني 9، 16 نقسم على الاتنين هتديني 8، يبقى الواي اللي هو نشوف بقى كان بيعمل ايه في الاكس. الوقت الاكس كان بياخد الاكس دي، مش هقول له بقى بياخد ال20 وقسم على 2 وياخد ال18 وقسم على 2 وال16 وقسم على 2، لا ده هي اسمها اصلا اكس وبقسمها على ال2. طبعا ممكن اكتبها كده وممكن اكتبها اكس على ال2. ايوه. السؤال اللي بعده سؤال رقم 17، لإيجاد قيمة التعبير العددي نبدأ بيه. انا عندي هنا 6 62 زائد 2 أس 3 في 3 ناقص 5. عندي أول حاجة هبدأ بيها الأسس. من البيانات الوصفية، البيانات اللي بتتوصف يعني ما فيهاش أرقام، العمر ده فيه رقم، الطول فيه رقم، عدد الأخوة فيها رقم، ما فيهاش رقم اللون المفضل. نشوف السؤال رقم 19، إذا كان أقصى ارتفاع مسموح به للمرور أسفل الكوبري هو 5.5 متر، فإن المتباينة التي تعبر عن الموقف، أقصى ارتفاع اللي هو أكبر حاجة، أقصى ارتفاع أسفل الكوبري 5.5. طبعا كل الأعداد عندك 5.5، مش هاخد يساوي، هاخد اليساوي علشان انت لو 5.5 هتعدي، يبقى ناخد الأكبر فين؟ أكبر من أو يساوي الإكس، أقل من الأعداد بقى الأقل، يعني 5.5 أكبر من الإيه؟ من الإكس. اللي هيعدي بقى اللي هو ايه، اقل من او بيساوي، يعني اللي هو 5.5 فاقل. خلاص ليه؟ لان هو بيقول لي اقصى ارتفاع، يعني اكبر حاجه اللي هو 5.5، يعني اللي اعلى من 5.5 مش هيعدي، يبقى احنا هناخد مين؟ الاقل من 5.5 وبتساويها، يعني لو 5.5 بالظبط ماشي او اقل منها. ونشوف السؤال رقم 20، كل التعبيرات الرياضيه الاتيه تعبيرات رمزيه، رمزيه ما عدا، هو مش عايز التعبيرات، بيقول لي كل التعبيرات الرياضية الآتية تعبيرات رمزية، كلها رمزية ما عدا. تعال نشوف، هنا في رمز، هنا لا مفهوشي، هنا في رمز واي، هنا في رمز اكس، هو عايز ما عدا، مش هاخد اللي فيها رمز. السؤال رقم 21، كل من ما يأتي يعتبر تعبير، برضو نفس السؤال، كل من ما يأتي تعبيرا رمزيا ما عدا، ليه مكرر كل نفس السؤال؟ طيب تعال نشوف، رمزيا ما عدا برضو، عايزة ده في رمز، ده في رمز، ده لا. سؤال رقم 22، الوسيط للقيم، الوسيط اللي هو في النص بعد الترتيب، في المنتصف بعد ما رتب، ادي 3 4، ادي 5 ادي 7، ادي 9، السؤال اللي في النص، الوسيط اللي في النص اللي هو 5. ونشوف سؤال رابعا، أوجد قيمة التعبير العددي 5 أس 2 ناقص قوس صغير مستدير 7 زائد 2 على 3. أول حاجة حل الأقواس الأول، 7 و2 هيديني 9. تعالى بقى نفك من أول، 5 أس 2 يعني 5 في 5، 5 في 5 ب25، ناقص عند القوس المستدير التاني 9 على 3. هحل مين الأول؟ هحل القسمة الأول. طب الطرح؟ لا، حل الطرح بعد ما أخلص. 9 على 3 هتديني 3، هنكتب العدد زي ما هو، 25 ناقص 9 على 3 فيها 3، وهنطرح 25 ناقص 3 هتديني 22، يبقى ده قيمة التعبير العددي. ونشوف السؤال اللي بعده،
السؤال 24، أوجد قيمة المقادير الجبرية الآتية عندما إكس تساوي 2 و3، ثم حدد ما إذا كانت المقادير الجبرية متكافئة أم لا. هنشيل الإكس ونحط 2 مرة ونحط 3 مرة. بسم الله، شيل الإكس حط 2، تمام، شيل الإكس حط 2، يعني أدي 2 والإكس ب2، يعني هضرب في 2 زائد 5، 2 في 2 ب4، 4 و5 هيديني 9، يبقى الإكس هنا ب9. شيل نفس الإكس وحط 3، يبقى 2 في 3 زائد 5، 2 في 3 ب6، 5 و6 11، يبقى هنا ب11. يبقى بشيل الإكس، طالما الإكس مع الرقم مفيش بفاصلهم جمع ولا طرح، يبقى ده معناها ضرب. تعال نشيل الإكس ونحط 2، هنشيل هنا الإكس ونحط 2، 2 و1 هيديني 3، 2 في 3 زائد 3، 2 في 3 ب6، 6 و3 9. هنشيل الإكس ونحط 3، 3 و1 هيديني 4، 2 في 4 زائد 3، 2 في 4 ب8، 8 زائد 3 هيديني 11، برضو نفس العدد. يبقى أقول المقادير الجبرية إيه؟ متساويان، وهنا متساويان. ونشوف السؤال اللي بعده، سؤال رقم 25، مثل الأعداد الآتية 2 و3 و-3 و4 معكوساتها الجمعية. تعال نجيب معكوساتها الجمعية، ده 2 معكوسه سالب 2، سالب 3 معكوسها 3، 4 معكوسها سالب 4، تمام، ده كده العدد ومعكوسه. تعال بقى نرتب وبعد كده نشوف الايه، مش نرسم على خط الأعداد، طبعا هنرسمه بالمسطرة. الصفر في النص، هنا 1، هنا 2، هنا 3، هنا 4، هنا 5، هنا 6، هنا -1، -2، -3، -4، -5. وتعالى بقى نلون، هنا 2، ادي 2 -2، -3، ادي -3، وادي 3، 4 -4. كده احنا مثلناها على خط الاعداد، عايزين نرتبها تنازلي من الكبير. الكبير اللي هي الاعداد الموجبة اللي هي 4، طبعا انا هرتب من هنا اهو، اهو السهم اهو عشان المكان، ممكن ترتب من اليمة التانية مفيش مشكلة، بس حدد انت مرتب منين. تنازلي 4 الكبير، بعديها 3، بعديها 2. بعد كده ببدأ في الاعداد السالبة، الكبير اللي هو -2، بعديها -3، بعديها -4. لو هتعمل اليمة التانية هتعمل السهم بتاعك، انا بس عشان انا مفيش مكان هتعمل السهم من هنا كده، وتكتب الاعداد برضو 4 3 2 -2 -3 -4. وتعالى نشوف السؤال اللي بعده، سؤال 26، وده محتاج بقى كراسة نحل فيها علشان الرسم. بسم الله، اول حاجة نعمل جدول عندنا يسهل لنا الرسمة دي شوية. اول حاجة هنجيب المدى، اكبر رقم ناقص اصغر رقم. اكبر رقم عندي 166، اجيب المدى بيساوي 166 ناقص 127. هنطرح 6 ناقص 7، مينفعش، بقت 6 16، والستة دي بقت ايه؟ 5، تمام كده. 16 ناقص 7 هيديني 9، 5 ناقص 2 هيديني 3، 1 ناقص 1 0. 39 قريبة للأربعين، خلينا نقسمها على 5، 40 على 5 تقريبا، يعني تبقى 40 على 5 هتديني 5 في 8 ب40، تمام. يبقى كل عدد ناخده نزود عليه 8. نبدأ بأصغر عدد، هنعمل جدول عندنا المسافة بالسنتيمتر. هو بيقول لي ايه؟ ده مسافة، أطول الأشجار بالسنتيمتر. أطول الأشجار، تمام، ادي أطول الأشجار. وبعد كده نعمل التكرار،
التكرار. تمام، هناخد بقى اصغر رقم معانا اللي هو، انا عملت جدول سهل لنا الرسم شويه. كده